الباركور هو مجموعة من الحركات قد تكون لا نهائية، تعطيك القدرة على تخطي الحواجز بطريقة سريعة وسلسة، وبنفس الوقت تعتبر هذه الرياضة الطريقة السليمة لتخطي أي حاجز. لكن الباركور ما يقتصر على الحاجز المادي فقط، أيضا المعنوي أو النفسي، واللي هو أهم بكثير من العائق المادي. ليش؟ لأنك ببساطة إذا ما قدرت تتجاوز الحاجز الموجود في ذهنك، ما بتقدر تتخطى أي حاجز في حياتك، أيا كان في دراستك أو شغلك أو شخصيتك. فالباركور ساعدنا بفضل الله ان انا اتخطى يعني اكبر عائق واجهته في حياتي وهو الحر. للاسف الشديد الحرب وقعت وخلفت الكثير من الشهداء والدمار، كانت الحياه لا تطاق. ما كنا نقدر نتدرب أو حتى نفكر بالتدريب، كان كل ما يهمنا هو توفير الماء والأكل والأمان، وكان كل شيء طوابير، كنا ننتظر في طوابير الماء والروتي والبترول والغاز. مرة جلست الطابور للمي من الساعة 6 الصباح لما الساعة 1 الظهر، لما قد أنا وصلت عند صنبور المياه طفى الملي، فاضطريت إن أنا أروح لمكان تاني وأقف الطابور لمدة 5 ساعات علشان بس أوفر المي للعائلة. بالنسبة للمرض كان من أكبر الصعوبات اللي واجهتنا إحنا بالحرب، وأصيب بعض أفراد الفريق بمرض حمى الضنك، وكان من الصعب إنك تحصل دواء خاصة بمناطق منكوبة يعني من الكريتر لأنه جميع الصيدليات قفلت، وكان ما فيش معانا الأدوية إلا اللي كانوا يوزعوها بالمساجد. كان يصعب علينا الوصول للأماكن اللي تعودنا نتدرب فيها مثل جولة العاقل. جولة العاقل هذه موجودة في مديرية خرمكسير، بس ما كناش نقدر نروح هناك لانك اذا فكرت تروح اكيد بتموت برصاص قناص صوتي. في 27 من رمضان صحيت من النوم على صوت اطلاق نار كثيف، فخرجت اشوف ايش اللي يحصل، فجاء اسمع صوت اخي يصيح يقول اتحررنا اتحررنا. الحمد لله على كل حال انتصرنا ودخلنا المعلّة بإذن الله، ونحن نكلم من أي كل الأسر اللي نزحت من داخل المعلّة، الطواهي الكريتر غور مكسر، في أن نحن نستعيد في تطهير على منطقة منطقة، والآن نحن في منطقة الطواهي قريب يعني في منطقة حقيف قريب إلى دخول الطواهي، إن شاء الله بنطهر حبة حبة خلال يعني أيام إيش أيام خلال 3 أيام يومين إن شاء الله بإذن الله بنطهر كامل. نعمة من الله أن رغبتنا في ممارسة الباركور عادت،
بالرغم من الخطورة اللي كانت موجودة بالمديريات المحتلة سابقا، بس ما صدقنا انه طريق القصر انفتح، فرحنا على طول نصور. الشارع اللي كان تقضي فيه معظم أوقاتي أصبح كمدينة أشباح. الشارع اللي كان الواحد يعني ممتلئ بالناس والمحلات التجارية، كان ما فيش إلا دكان واحد بس المفتوح. وعادوا شربنا ديو حامي. الحمد لله بعد الحرب أصبح التصوير أكثر سهولة من حيث الوصول إلى الأماكن اللي كانت تستخدم أو تعتبر كثكنات عسكرية في عدن، وهي بالأساس مواقع أثرية في وسط المدينة. مثال قصر العقبة. قصر العقبة هذا قبل الحرب طلعناه أنا وصديقي، كنا نشي نصور هناك، فقيدر لنا جندي من القصر يصيح يقول وي هيا اليوم عشان في بيت كل متصور أنا مجيب على استخباره. خلاص نبره. هيا محمد شوف المنظر هذا ونصوره وعن بنروح. طيب رجع هنا بنصور هنا وبنروح بنصور هنا وبنروح الان. قوم هيا طيب او اسمع يا اخي انزل. لكن بعد الحرب الحمد لله طلعنا القصر من بدايته إلى نهايته بدون أي مشكلة. أجمل ما في الباركور أنه يغير وجهة نظرك لما حولك من مباني وأماكن. يعني لو مر شخص عادي يمارس هذه الرياضة بيأخذ نظرة سلبية إذا كان يعني ده المبنى أو الدرب بيعيقه بطريقه، فما بالك بمبنى مدمر. عكس لاعب الباركور يجلس يخطط ويرسم بدهون الحركات اللي ممكن يعمله إذا يعني دي القفزة بتناسب أو دي يمكن الشغلة بتجي أفضل ده المكان. فالباركور لنا بالنسبة لنا يعني هي أسلوب حياة، فمش عارف كيف بتكون حياتي بدون باركور بصراحة، مش تخيل حياتي. We'll be right back.
أحب أوصل لكم رسالة، عدن المدينة ما بتفقد الأمل أبداً، بالرغم الذي عانيناه وما نزال نعاني ما بنفقد الأمل. الكل الذين عملوا يكون مجرد حركات، بس نحاول نوصل بحركاتنا دي بأن عدن وأهلها صامدون بل وصلنا هذا من جديد.